السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله نعرف أرقام سفارات البحرين في الدول العربية. أرقام سفارات البحرين في الدول العربية، أول بلد معانا هي مصر. رقم سفارات البحرين في مصر هو 0022 7 3 5 7 9 9. بعد كده رقم سفارة البحرين في المغرب 00 212 672 797 308. بعد كده عندنا رقم سفارة البحرين في الجزائر 00 213 216 911 97. بعد كده رقم سفارة البحرين في تونس 00 216 712 318 11. بعد كده رقم سفارة البحرين في الأردن 00 962 6566 4 1 4 8. بعد كده رقم سفارة البحرين في سوريا 00 963 يكون سوريا. بعد كده 1161 323 14. بعد كده رقم سفارة البحرين في العراق 00 964 ده كود العراق. بعد كده 781 580 8306. بعد كده رقم سفارة البحرين في السعودية 00 966 ده كود السعودية. بعد كده 7 4 8 8 0 4 4. بعد كده رقم سفارة البحرين في الإمارات 00 971 ده كود الإمارات. بعد كده 2665 75 00. بعد كده رقم سفارة البحرين في قطر 00 974 ده كود قطر. بعد كده 448 3 9 3 6 2. بعد كده رقم سفارة البحرين في عمان 00 968 246 054. بعد كده رقم سفارة البحرين في الكويت 00 965 253 185 301. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم أرقام سفارات البحرين في الدول العربية. شكرا لكم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.